عيون جل مغمرات يا حي مركب الثلاث. تابعنا مشاهدنا الكرام ما شوطنا الذي انتهى، وكانت الغزيل هذا بن حارب بن مغيرة الخيلي تهانينا وناموس على فوز الغزيل وحصولها على المركز الأول. 7:55 توقيت الزمني مع الغزيل. ينطلق شوطنا السادس أيها الحظ الكريم مع الأبكار الإذاعة المهجنات الأصايل. انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين وما قدمت الشوط. المركز الأول بلقى غزر أحمد بن محمد بن حمد الدرعي حاضرا مع غزر على ما قدمت الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. وبهذا الانطلاق المركز الثاني بلقى في هذا الأبداع وبهذا التحدي طواري علي بن محمد بن سعيد بن حسان الخاطري احتلت المركز الثاني. المركز الثالث شوف الوصول وشوف التقدم مع غازية مهير بن سعيد بن سالم الرغش الشامسي حاضرا في هذه اللحظات مع غازية وبقيادة أحد فطحلة التضمير حمد بن غدير الينيبي. ما شاء الله شد الهمة يا أبو شاب. اللي بعده مباشرة من ميمنة الميدان هناك أشاهد أراقب أيها الحظ الكريم وتدخل مع سيول سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي حاضرا مع سيول على مستوى المركز الرابع خامس الأسماء. تقدم مع كيف سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي حاضرا في هذه اللحظات ابو حمد ويقدم اشعاره على ظهر كيف اللي بعد كيف. شوف وتابع على كيفك ما شاء الله. هذه هي الاسماء وهذا التقدم وهذا ايضا الزحم من الصفوف الخلفيه الحاضره بهذا الانطلاق وبهذه التحديات المثيره ما شاء الله الخطيره. شوف تابع راقب لي هذا الاسماء ما يقارب حدود 23 ذلول مهجنا انطلقت في هذا الانطلاق. 3 كيلومترات يفصلنا عن الوصول عن العبور نحو خط النهايه ما شاء الله وتبارك الرحمن. التحدي والاروع مشاهد الكرام ما بين هذه الاصايل الحاضره في هذا الانطلاق. لكن اهالي السريه مسيطرين على مقدمه الشوط مع المركز الاول ما شاء الله. حضورهم بالمشاركه في هذا الصباح يقدم ايضا على مقدمه الشوط اللي هي غزر حميد بن محمد بن حمد الدرعي راعي سوده. اشكرك على هذه المشاركه وعلى هذا التقدم وكذلك من الاسماء اللامعه في عالم الاصايل ومن اساطير ايضا عشاق هذه الرياضه العربيه الاصيله. بلغ سلاماتي كذلك هناك لابو محمد سعيد بن محمد ما شاء الله تبارك الرحمن حاضرا في هذه اللحظات ويرغب بنقل السلامات الى اهالي سلطنه عمان تحديدا منطقه الداخليه ادم ومنطقه صنعاء سريه ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا التحدي وهذا الابداع وهذه الاثاره. بن رغش ايضا كذلك حاضرا في هذا الانطلاق وبهذا الابداع
مستمر في هذه التحديات. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه هي غازية على مستوى المركز الثاني، وكذلك برغاش من الأسماء العملاقة والخطيرة في عالم الساحر. يا ما قدم برغاش من الأصايل، يا ما قدم الكثير والكثير من الإنجازات. وكذلك أيضا متابعة هناك أيضا أحد شرس المضمرين حمد بن غدير الينيبي، ما شاء الله حاضرا كذلك مع هذا الشعار، وكذلك يقدم بتقدم رائع وجميل وينعرف من وين يصطاد الأمور. ما شاء الله اللي بعده شوف تسلل هناك، وأيضا دخول من الطرف الآخر من خلال تواجد العاصمة علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري. يا مرحبا الساعد بن سليم وحضوره في هذا اللحظات من خلال تواجد العاصمة. سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة راعي فرح، يا مرحبا الساعد بهذا الوصول مع كيف على مستوى المركز الرابع. لكن وش اللي جاي هني؟ وش اللي دخل في هذه الأمور؟ مناورة ما شاء الله، هذا خطير دائما ما شاء الله. صالح بن سالم أو صالح بن حمد بن هدبة العامري حاضرا في هذه اللحظات، وبهذا الانطلاق المستمر هناك تدخل وقدوم شوف لهذا اللي قادم ما يبنى على طاري بدو أن بن سعد حاضرا في هذه اللحظات، وبهذا التقدم من خلال تواجد أيضا اللي هي راهية مبارك بن سعد بن سعيد بن رحية العامري احتل المركز الثالث. لكن راعي سودة على مقدمة الشوط مع المركز الأول، ما شاء الله يتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر يقدم، ألا وهي تتصدر الجموع غزر ما شاء الله، فعلها يشبه غزر أو هيلمان، وكل تيمن قد حدث عادية قصة ما شاء الله تبارك الرحمن. بنطاسه يقول لي يستاهل راعي السرية، يستاهل الناموس، ويستاهلوا كلهم خوان شمة ما شاء الله. لكن تدخلات أيضا وتقدم وزحف من الصفوف الخلفية، بن سعد مع المركز الثاني يقدم اللي هي راهية مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامري مع المركز الثاني، غازية مع المركز الثالث، بن رغاش قادم كذلك بدوره في هذه اللحظات، وبهذا التقدم الخطير والمثير. يا سلام، بدأت الأسماء بدأت الأمور، لكن راعي سودة لا زال مسيطر. راعي سودة على مقدمة الشوطة مع المركز الأول، هذه هي غزر مع المركز الأول بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. غزر غزر مع المركز الأول ما شاء الله، غزر بالنواميس، غزر بالانتصارات ما شاء الله. حميد بن محمد بن حمد الدرعي راعي سودة مع المركز الأول يقدم غزر بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة. بن سعد محاولاته مستمرة في هذا الأول وبهذا الإبداع، شوف اللي قادم هناك مع المركز الرابع الخامس، لكن عودة بن أهني مع راعي سودة على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله. غزر تتقدم الجموع في هذه الإثارة وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط، ولكن محاولات أيضا بن سعد مع راهية مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامري على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه الإثارة. ولع الشوط، ولع غزر 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 غزر، ولكن أيضا محاولات راهية راهية مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه التحديات ما شاء الله. شكرا راعي شاهين على هذا الرقص الجميل والتحدي المثير على مقدمة الشوطة مع المركز الأول. زاخر زاخر تحية وسلام تهانينا والناموس اللي بعثها لمبارك بن سعد بن سعيد ضحية العمري مع راهي المركز الثاني. كانت أيضا غزر قدمت عرض تشكر عليه وتسلم يمينك راعي سودة، احتلت المركز الثاني. المركز الثالث أيضا هاك سيوف علي بن أحمد بن منع بن حمد شامسي، رابع الأسماء أيضا العاصمة عند بن سليم، خامسها لامسها هناك أيضا منوة وعبيد بن سالم بن سهيل راعي الهد العامري. هذه هي نتائجنا اكتملت يلا مساء معكم، وكانت إثارة للغاية حتى اللحظات الأخيرة. 7 دقائق 57 نعم، تهانينا والناموس اللي بعثها لمالك أيضا هناك مشاهد الكرام مراهية، وقدمها مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامري، قدمت أيضا عرض جميل تشكر عليه، وسلاماتنا إلى هالي زاخر.